الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات في العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد المحترم سيد المدير والمعلمون والمعلمات وكذلك الطلاب المحبوبون والطالبات المحبوبات لتخصص أو دورة نصف سنة للغة العربية واللغة الإنجليزية. الحمد لله نحن الآن في الشهر الرابع من هذه الدورة، وكما أخبرناكم فيما قبل منذ بداية هذه الدورة أن لنا نظاما، بعدما درستم مدة 3 شهور في هذه الدورة فعليكم أن تتحدثوا فقط باللغة العربية لطلاب دورة اللغة العربية وباللغة الإنجليزية لطلاب الإنجليزية طبعا 100% 100%. So no more Indonesian word, no mixing, but everybody, every member of the camp, English and Arabic, they have to speak only or 100% in English or Arabic. If you follow or obey this rule, I am sure and I'm optimistic that English or Arabic will be easy and it's not hard for you because language is spoken. So if you learn to say many theories of the language, you say you study grammar or pronunciation or you memorize vocabularies every day, but you do not practice it in your daily conversation, I'm afraid that your efforts to study English will be useless. لذلك let me mix my language, English and Arabic. And that's why you are invited to attend this meeting in order that we can make something like the commitment that everybody since this time being, since today on, since now on, that everybody will be ready to continue the program with the consequence, of course, no more Indonesian word, no more Indonesian conversation among us. نحن الآن في المطار. عرفتم المطار؟ اسم العربية عرفتم المطار؟ مطار. مطار كالمكان. إذا أردت أن تذهب مثلا إلى جاكرتا أو إلى بندورو سورابايا فعليك أن تأخذ أن تركب الطائرة في المطار. عرفت المطار؟ Airport. We are now in the airport. So after this, inshallah, we're going to fly to one of the English speaking countries, just say maybe United States of America. So when you got there, when you got in America, everybody will speak in the only English with the people there. نحن في المطار ونحن الآن مسافرون إلى ممكن إحدى البلاد العربية مثلا المملكة العربية السعودية. إذا وجدنا هناك ما في لغة إندونيسية، لماذا؟
لأن على كل واحد منا علينا أن نتحدث فقط باللغة العربية مع الناس فيها في العرب. أما لغتكم اللغة الإندونيسية غير مستخدمة في هذا البلد، إذن عليكم أن تتكلموا أو على الأقل أن تستمعوا إلى ماذا؟ إلى كلام الناس فيها، وإن شاء الله سوف تتكلم مهلا مهلا رويدا رويدا إن شاء الله بهذه اللغة. فإن لم تتكلموا فعليكم أن تسكتوا، وأنا لست أمرتكم السكوت. هناك الحديث، ما هو الحديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن عليكم الآن، فعليكم أن تتكلموا باللغة العربية أو لتصمتوا. الصمت السكوت يعني. إذن إن شاء الله إذا تطيعون هذا النظام، وأنا أعتقد في قلبي أعتقد 100% إن شاء الله أنتم سوف تتكلمون بهذه اللغة إن شاء الله، ونحن سنعود إلى بلدنا هذا إن شاء الله بعد شهرين، ونحن نسكن في هذا البلد شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، وبعد ذلك إن شاء الله نعود. وماذا نقول؟ Say goodbye to Indonesia. Say goodbye to your family who lives in Indonesia. When you communicate among the campers, among the members of the camp or English program, so English or Arabic or is the only language you use in your conversation. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.